يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والداي من باكستان، ها؟ يقول إن والده ووالدته من باكستان ولا يفهمان اللغة العربية، وكثيرا ما يقولان يا رسول الله، يقول هل أعذرهما بذلك أم ماذا أصنع معهما؟ لا، ما يجوز لك تعذرهم بهذا، بين لهم لغتهم، أن تفهم لغتهم بين لهم بلغتهم، من هذا لا يجوز. نعم.